انا جاي عشان ابارك للاستاذ خالد الصاوي صديقي واخويا وحبيبي، وانا سعيد جدا بعودته بفيلم الضيف، وانا متاكد ان فيلم الضيف هيكون فيلم اكتر من رائع وفيلم مشرف، لان الحقيقه كل عناصر العمل فيه ناس محترمه وناس مشرفه وبيحبوا الفن جدا، فاكيد هيبقى عمل مشرف. نتمنى لهم التوفيق النهارده. بس للاسف خالد كان هيبقى مبسوط لو كان موجود، بس هو مشغول عنده تصوير ما انا عارف. بس احنا جايين عشان بس نقول له احنا كلنا معاك سواء انت موجود او لا. ايه رايك في الاعمال السينمائيه اللي بتبقى بطوله شبابيه؟ وشايف ازاي، شايف المواهب دلوقتي واخد حقه عن زمان ولا لا؟ طبعا ده دلوقتي واخد حقه بكتير عن زمان اكتشاف المواهب، ودلوقتي اظن ان ما بقاش في حاجه اسمها بطوله فرديه، دلوقتي بقى في حاجه اسمها بطوله جماعيه، وهو ده الصح وهو ده اللي المفروض يتم وده اللي بيتعمل دلوقتي، فكويس بالعكس. شايف انه انا لسه هسالك على الموضوع ده، شايف ان فكره البطوله الجماعيه الجمهور متقبلها ولا خد على انه فيلم بطوله كذا مسلسل بطوله كذا؟ لا هو من زمان ما بقاش فيه، بقول لك حاجه اسمها بطوله جماعيه، ما بقاش فيه حاجه اسمها بطوله فرديه، بقى في حاجه اسمها بطوله جماعيه، وهو ده الصح وهو ده الاصح للسينما، لان الناس مش ممكن تخش تتفرج على شخص واحد، الناس عايز تتفرج على فرايتي، عايز تتفرج على ناس شبهها، فلازم الفيلم يبقى فيه الكبير والصغير والشاب والطفل والطفله، عشان كل واحد بيتفرج على الفيلم ده يبقى شايف نفسه جوه. بعد دور السحاب ما شاء الله المسلسل حقق نسبه مشاهدات عاليه في رمضان اللي فات، ولنا حريص انك تشارك في رمضان 2019 ان شاء الله. السنه دي يبقى في مسلسل في 2019. في اي تفاصيل عن لسه؟ والله لسه بنتفق، فلسه مش اكيد، بس ان شاء الله اكيد. ردود افعال الجمهور كانت ايه على فوق السحاب؟ كان حلو جدا الحقيقه، انا كنت اكتر من سعيد، لان انا الحقيقه كنت بقدم دور كان جديد عليا، هو دور ولد شعبي كده مش العادي بتاعي، والحقيقه انبسطت بيه جدا وكانت تجربه رائعه. انت مختفي سينمائيا متهيألي من 2015 فيلم هز وسط البلد تقريبا. مظبوط. قول لنا طيب ليه الاختفاء عن السينما والمركز في حاجه معينه؟ لا خالص والله ما كانش اختفاء، اكتر من انه بس الواحد كان مشغول بحاجات كانت دراما يمكن اكتر، لكن ان شاء الله يبقى في رجوع للسينما قريب. انت كأمير بتفضل الدراما اكتر من السينما ولا العكس؟ الاثنين بحبهم جدا، لكن ده ليه حلاوته وده ليه حلاوته.